هوية بريس. محمد حداد فاعل جمعوي خاصة في البيئة والسلامة الطرقية. الطريق هذه ديال الجيش الملكي اللي تفاجأنا بإعادة الهيكلة ديال الوسط ديالو اللي كانت ما كانش مطروح، ما كانش برنامج سابقا، ربما اللي غادي هذه إعادة الهيكلة غتشكل واحد أولا خطورة بالنسبة للسير والجولان، لأنه كان شارع واسع تم غيتم دابا الحذف من وسطه تقريبا 2 متر، 1.90 بالضبط، ولكن تقريبا 2 متر الوسط ديالو في الوقت اللي كان فيه واحد الحاجز بلاستيكي ما كيتعداش العرض ديالو 30 سنتيمتر، دابا الآن غادي ياخذوا 1.90 في الوقت اللي العرض العام ديال الشارع كان غادي يبقى تقريبا عادي. هذا التقليص من العرض ديالو غادي يجعل السير والجولان يلقى صعوبه كبيره. هذا المشكل ربما عنده ثلاثه الابعاد، عنده البعد ديال السلامه الطرقيه طبعا السير والجولان، لانه الى في واحد الوقت اللي يكملوا هذا الشارع اللي كينطلق من ديكسيلون الى الاطلس، ساحه الاطلس، غادي يوقع تراكم ديال السيارات، وخاصه اذا كنا في حاجه الى نقل الى تنقل ومرور سيارات الاسعاف ولا ديال لي سابور بومبي، اذا وقع شي اشكال حادثه الى اخره، غادي وكان الشارع عامر غادي صعاب اخلاءه من السيارات، اذا غادي يلقاو صعوبه لا الشرطه ولا غيره، غيلقاو صعوبه. اذا كان شي كونفوا ايضا غادي يمكن يلقى صعوبه جدا كبيره، وخاصه انه هذا الشارع كان فيه ستاسيونمون ديال السيارات يمينا ويسارا، الان الى اقتلعوها راهم بداو كيقتلعوا هاد 2 متر من الوسط، غادي يصعب باش في نفس الوقت نستاسيونيو 2 سيارات وفي نفس الوقت يمشيو 2 سيارات في الشارع، غادي يكون صعيب جدا. اذا من ناحيه السلامه الطرقيه هذاك الحاجز البلاستيكي كان كافي، وكان كافي، وخاصه ملي توضع في 2019 ما طرحتش اي اشكاليات. فهذه من جهه، من ناحيه اذا السلامه الطرقيه. من ناحيه ديال الحكامه يبدو انه هذه القرارات هي عشوائيه، لانه جات اوامر، ويبدو انه حتى المجلس البلدي ديال فاس جامعه فاس ما في بالهاش شكون عطى الاوامر. لما تعطات الاوامر العمران كتشتغل باوامر ربما شفويه، ما كاينش دراسه، ربما ما كاينش دراسه، ولكن اللي ما كاينش هو انه الشفافيه ما كايناش، ما صدراتش وثائق، ما طلعناش على وثائق اللي فيها قرارات وموافقه ديال المهندسين وديال الناس مكلفين بالتحرك داخل الشوارع. اذا هذا المشكل ديال الحكمه. في الحكمه ايضا كان المساله ديال الشراكه، ما لم يتم اشراك لا المجتمع المدني ولا غيره من اجل اطلاعهم اولا واخذ الموافقه، باش حتى الا درنا شي شارع شي 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 مشروع يكون مفيد للجميع، لان الاراء تعدد الاراء هي مفيده. هذا من ناحيه الحكم، من ناحيه ديال الحكمه والشفافيه طبعا. المساله الثالثه كتعلق بهدر المال، هدر المال العام، لانه هذا الشارع هذا تصوب في 2019، توضعت فيه الحواجز البلاستيكية اللي كانت أولا مفيدة وصالحة وما خلقاش مشاكل بالنسبة للسير والجولان، وأيضا جميلة من ناحية الجمالية، راه مفيدة جدا. 2019 تخسرت عليها أموال طائلة، دابا الآن هذيك الأموال اللي غتضيع لأنه كنقلعوا من الأرض بالآليات، كنقلعوا الحاجز البلاستيكي، وخدامين كنقلعوا الشارع، كنحفروا الشارع وغادي نوضعوا فيه حاجز اسمنتي، وهو اللي غادي يوضع غادي يطرح واحد العدد كبير ديال المشاكل على جميع المستويات. اذا هذا التساؤل هو هذا هدر الاموال الطائله، لماذا
لماذا؟ وخاصة أننا في حاجة إليها، هناك مشاريع مستعجلة كان يجب القيام بها، مثلا شوارع فاس غير هنا قريب لهذا المكان هذا، كاين أبو عبيد بن الجراح، كاين أبو بكر، كاين شوارع متعددة اللي في حالة سيئة لم يتم الانتباه إليها ولا إصلاحها، كاين أرصفة فضائية مهترئة أيضا لم يتم، لو كان هذه الأموال هذه تمشي أولا لما هو مستعجل هذه الشوارع هذه إصلاحها، إعادة هيكلة ما نجيبش الشارع اللي هو مهيكل ومزيان وما فيه حتى مشكل. أيضا كاين مسألة ديال الحدائق اللي في وضعية خطيرة جدا، كنا كنتمناو أنه من بعد الانتخابات السابقة غادي يتم الاهتمام بها وبسرعة، دابا الآن يبدو أنه الناس ما هماش هنا، كنضيعوا الأموال هنا اللي حنا في حاجة إلى غير هنا قريبا منا كاين حديقة أمريكا الجنوبية يعني شانت كورس، فضعية خطيرة جدا، كان يمكن الاهتمام أولا إلى غنديروا شي حاجة نديروها بعدا في هاد الحدائق، ماشي في شارع اللي ما محتاجش على الأقل في الساعة الراهنة. هوية بريس.